يعني انت عمرك ما هتقول لي حاجه ولا حتى هتقول لصالح. بقول لك يا عامر، هو صالح سافر صح؟ اه سافر. اه عشان كده بقى، عشان كده جاي تعمل عليا كبير. ها في يالا ما تتعدل كده وبتاع. كبير يالا اللي عامله عليك، فجأة اطمن عليك، مش اخويا ولا مش اخويا؟ حقي ولا مش حقي يالا؟ بقول لك يا عامر، انا مش محتاج منك اي حاجه، ولو احتجت حاجه انا قلت لك هبقى اجي لك. على اذنك بقى دلوقتي، عشان المشرف بتاعي لو شافني واقف معاك ممكن يأذيني، وانت ما رضكش اذيتي. سلام يا بات كده. سلام. صالح صالح نوسة، عرفت مكاني ازاي؟ لو هربت من الناس كلها مش هتهرب من نوسة يا صالح. حد يسيب الزمالك ويجي يقعد هنا؟ كنت جاي الحق وملحقتش. تلحق ايه بس يا صالح؟ ولا حاجة. ازيك انت؟ انا الحمد لله كويسة، بس الناس كلها بتتكلم بتقول ان انت ضيعت كل حاجة. صدقيهم، انا لفيت الدنيا دي كلها في سجارة دخان عشان اتكيف بيها، طلعت بلف على الفاضي. يعني ايه؟ انا هسافر تاني يا موسى. تاني يا صالح؟ هتسافر تاني يا دولي؟ يا سمسم تعالي. جبت لك يا اخويا كيلو كباب عشان تقزقز فيهم عشان يرموا عظمك. الله، ده انت عندك ضيف اهو. لا ضيف ولا حاجة. ازيك يا سمسمة؟ اهلا يا ست هالة. هما مش بيقولوا لك يا اختي كده في الزمالك، ولا بيقولوا لك يا بزنس مان؟ مان مين يا بنت؟ ما تلمي نفسك، مالك سايل هبل على الشيطانة ليه؟ برايا سمسمة، انت جايبة لي لقمة كلها ولا تسمي بدل؟ لا يا اخويا بقلب هانة، استنى انت بس شوية. مالك يا ست نوسة؟ واخداني يا اختي على الحامي كده ومعوجة عليا. انت نسيتي يا بنت ان احنا اخوات ولا ايه؟ ايوه كده اتعدلي، مع ان لسه دمك شربات. ما انت يا اختي دمك مش شربات ليه؟ واتغيرتي علينا من ساعه ما روحتي الزمالك. انا يا بنت اللي اتغيرت؟ خلاص مشيها اتغيرت، مشيها اتغيرت. تعالي كلي معايا لقمه. ماشي يا صالح نمشيها، على الله بس تكون جايبه لنا حاجه عليها الطاله. جايبه يا اختي، جايبه فضله صالح. يا اختي ما تساعديني. ماشي يا ستي، خد الحته دي من ايدي. طب انا هاكل بايدي، هاكل بايدي. اعملي حسابك يا اختي هتنزلي معايا، ها؟ عشان اخدك على الكوافير، هعمل معاكي الصح، هطلعك قمر 14. طول عمري قمر يا اختي، كلي وانت ساكته. ايه عجبتك؟ اوعى، حلوه قوي قوي قوي. رسمتها ازاي دي؟ رسمتها كده كده؟ انا بحسبك بترسمها كده. بجد حبيتها؟ حبيتها زي اللي رسمتها. اه والله العظيم، أنا لو بعرف أرسم حلو كنت جبت كل الألوان والفرش اللي في الدنيا ورسمت لك أحلى صورة، تبقى أحلى فستان عروسة في الدنيا، وعملت لك أحلى فرح في الدنيا كده، عامل لك حظ في المنطقة، وعازم إخواتي كلهم ونفرح سوا. أنت مالك، فيك حاجة؟ أبداً والله، مفيش أي حاجة، زي الفل أهو، زي الفل. ما أنا حافظاك من ساعة ما صالح سافر والحزن بعينك كده. أعمل إيه بس؟ مسؤولية كبيرة قوي، وصالح ساب فراغ كبير. وانت عايز تسد الفراغ كله؟ للأسف بقى، فراغ الأخ الكبير ما يسدوش غير الأخ الكبير نفسه. عامر اشتقت لك كتير. ها؟ ما ترد عليها، بتقول لك اشتقت لك كتير. الله يخليك، ميرسي جدا. معقول ما تذكرتني؟ تاكل وبتبزق؟ كمان واكل؟ اكل كمان؟ يا صابرين، واكل ايه بس يا صابرين؟ واكل ايه؟ والله ما بتعرف تطبخ. في يا شيخه، ايه اللي طلعك دلوقتي؟ يا صابرين يا صابرين، هتجريني وراك يا استنى يا صابرين. يا
انت يا مجنونه رايحه فين؟ استني بس، رايحه فين؟ في ايه؟ اسال نفسك في ايه؟ انت في ايه؟ يا بنتي الحلال دي واحده عرفها من زمان، اخر همي من زمان من قريب، مش مشكلتي انا، انت عارف وفاهم كويس. طب تصدقي بقى الحمد لله ان الموضوع ده حصل دلوقتي عشان يبقى قدامك كده وعلى عينك يا تاج. حبيبتي انا خلاص نسيت كل البدل اللي كنت اعرفهم قبل كده، والله ما عايز حد غيرك صدقيني. عايزنا اصدقك واكدب عينيا يعني؟ ما تبصيش عليا بعينيك، بص عليها بقلبك بقى، مش هتلاقي فيه غير صابرين، صابرين وبس. كل البدل اللي كنت اعرفهم خلاص سقطتهم من حياتي من يوم ما قلت لك بحبك. للاسف انت عمرك ما هتتغير. كان عندها حق ماما لما قالت لي ابعد عنك واخد حذري. انت الظهر لسه جوعان، ادخل كمل اكل. وبعدين بقى في المجنونه دي بقى عشان خاطر يا صالح ما تزعلش مني، والله العظيم كل الكلام اللي قلته ده كان من ورا قلبي. انت اخويا يا صالح اللي من لحمي ودمي، وانا لا يمكن اكرهك ابدا مهما عملت. ازعل ايه بس منك يا هنود؟ ده انا بالعكس مبسوط لك. ولو بايدي اعمل لك فرح كبير قوي. انا مش عايزه اي حاجه، انا كفايه عليا ان انت تبقى راضي عني. المهم انت تبقى راضي عني. ارضي عنك؟ ودعي لي يا هند. بس كده؟ على طول بدعي لك. والله يا صالح ده انت اخويا اللي ماليش غيرك. هي دي غلطتي. قصدك ايه؟ كنت فاهم كلمه اخوات غلط. الاخوات مش بالاسم يا هند، بقينا زي ما نكون اغرب عن بعض، كل واحد ملخوم بشغله والسبوبة اللي هو شغال فيها. المشكلة بقى اللي أنا حاسس إن أنا السبب، أنا اللي سفرته. هستناك يا صالح. ربنا يعدلها. وحياة هند تاخد بالك من نفسك، عشان أنا ملاحظة إن أنت حركتك بطيئة شوية بعد الحادثة. ما تقلقيش، أخوك زي الحديد. أنا عارفة يا حبيبي. ربنا يبارك في صحتك يا رب. تجيلي بألف سلامة. صالح بكلمني أول ما توصل. حاضر. بتقولي حاضر وبتنزل. لا أكلمك. ماشي. أستنى تليفونك. أنا بقى ليه طلب عندي. أنت تأمرني. جوزك تحطيه في عين. الست الجدع تحط جوزها في عين. لا لا. بتضحكني أوي 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 بصراحة. أنت كده. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة يا صاحبي. لا إله إلا الله. سلام يا محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. حاضر. وأول ما توصل كلمني. حاضر. يا رب رجعه لي بالسلامة. الحمد لله على السلامة يا صالح. يا حبيبي الله يسلمك. ليك وحشة كبيرة يا صالح. بقول لك ايه؟ ما تغيبش تاني. المكان عتمة من غيرك يا صالح. يا باشا المكان منور بأصحاب، اتفضل. آخ. وبعدين يا أخي؟ ما أنا برضه قلت كده. مش معقول يعني حتة حادثة كده هتعمل في صالح كل ده. يا سيدي، إيه يعني عربية واتقلب؟ تصدق. الحادثة دي أحسن حاجة حصلت. إزاي بقى؟ يا راجل فلا الله ولا فعلك، حبسة ايه؟ بقولك ايه، ربك والحق بقى، انا كمان اتشقمت من العربية دي. العربية ملهاش ذنب فؤاد، بالعكس العربية دي لما قلبت عدلت دماغ. انا كنت عامل نفسي مفتح طلعت مغمض عيني. انا فقت لقيت نفسي في غيبوبة ومطلوب القبض علي في قضية، معرفش هروح فين ولا راجل منين، واخواتي كل واحد في اتجاه وفي جهة. انت عارف فؤاد بدل ما اتطعز رحت لعبت قمار على بيت ابويا وخسرته في كده والنبي. معلش انت بس عايز تغير وهتبقى كويس قوي. لا يا فؤاد انا ربنا فوقني بالحادثه دي. بنت يا نوجه، الولا ماهر مختفي بقاله يومين، ما تعرفيش هو فين؟ وانت هتدوري عليه زي العيال الصغيره؟ هتلاقيه مع واحده من بتوعه. لا الولا ده حاله مش عاجبني بقاله فتره. هتشوف هتلاقي البنت بتاعته اديته بومبا ولا حاجه. يا تفهم
هو ده كل اللي بتفكري فيه؟ هو فكر كده؟ لا متهيأليش الكلام ده حقيقي. هتشوفي لما تقابليه هتعرفي منه كل حاجه. هقولك ان البنت بتاعته سافرت واديته بومبا. انتش عرف هو في ايه غير كده؟ لا الواد ماهر بيحب الخواجات، مش ممكن يقلب عليهم كده. يا اخت اخوك عكاك، اي واحده تقول له يس يجري عليها على طول. اسم الله اللي يسمع كده يقول سميره اللي مش عكاك. بقول لك ايه يا نوسه، ما تجيبيش صوره جوزي على لساني. كفايه بقى يا اختي بقى، وربنا انا كرهته من كتر الكلام عليه. اعمليهم عليا يا بنت اعمليهم، احنا هنستعبط. المهم دلوقتي اخوكي. لا اطمني يا اختي، ان شاء الله يبقى كويس باذن الله. لا انا مش مطمنه، يكون بياخد مخدرات ولا حاجه. حبيتك هتفولي على الوالد، انا بنت كذبه ان انا اسالك عليه. استني بس يا نوس. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالكلام يا صالح. مش فاهم ايه يا مؤاخذه، انا عايز استريح، تعبت من الشقه. انا حاسس كده انك عايز تهد كل اللي تعبنا فيه يا صالح. نفضها فؤاد، وكل واحد يشوف مصلحته. أنا مش هسوق نقل تاني. هو إحنا نريح شوية، يعني بتحصل، مش هيجرى حاجة يعني. بس والمسيح الحي يا صالح، ما هتلاقيش شيك زيي أبدا. عارف يا جدع، والله العظيم عارف. أقول لك خد الأجازة اللي أنت عايزها، أي وقت أنت عايز. ولا أقول لك إيه رأيك نطلع تركيا؟ ندلع نفسنا هناك ونجدد شبابنا، وانت عارف بقى تركيا لما روحنا والحاجات دي. حبيبي فؤاد، بس انت كمان عارف ان انا ما برجعش في كلامي تاني. والحد هنا وتعشت. بص يا صالح، بصراحة كده انا مش هقدر افض الشركة اللي بيننا، ولا هقدر اسيبك. يا راجل انا مش فاهم انت عايز تهد الشركة ليه؟ ده انت الشركة والشركة انت يا صالح، وبيني وبينك بقى انا ما اقدرش امن لاي حد على العربيات غيرك. صالح انا مش هفض الشركة. انت حر يا فؤاد، انت حر يا جدع، وزي ما تشوف انت، خد اللي انت عايزه واديني اللي انت عايزه يا عم، مفيش مشكلة، احنا اخوات وبيننا عيش ومال. الا بالحق تشرب ايه؟ اعمل لك قهوة. شكلك مظبط الدنيا، شو بدك تلعب؟ انا مرز اللي مظبط ده، انت قلعتنا، ده انا كنت فاكر الزبون وهنكسب. بص بقى، احنا نرجع بقى القديم، هنلعب سيف. خد سيف وكمان سيف، هات أمارة. ومين هاي أمارة؟ البت الطيب. حد بده يجي؟ أنا كسبت. أروج أروج. هتلعب تاني؟ آخر حاجة، هات التسعة. شوف إيه ظروفك. عايز لوزر يا حسين، لوزر. يا نهار أزرق، شوشي انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عرفت هنا ازاي؟ خسرت كام النهارده كمان؟ لا 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 مش مهم، بس انا ال $50 دي هكسب بيها بقى، لسه جاي انا اهو هكسب. انا همشي من هنا حسين، وانت شوف لك بيت تاني تنام فيه. شوشي شوشي يا شوشي اسمعيني بس. بحبك والله العظيم بحبك.